صلى الله وسلم شرف رضيا وكرم، صلى الله وسلم شرف رضيا وكرم، كل عسو ونبي منذ أبينا آدم، كل عسو ونبي منذ أبينا آدم، آدم نوح هود إسحاق وداود، آدم نوح هود إسحاق وداود، رسل أجمعوا جاءوا. قصة اليوم هود عليه السلام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهب الله تعالى قوم عاد الذين كانوا يسكنون بين اليمن وعمان نعما وخيرات كثيرة، وأعطاهم ما لم يعطيه لغيرهم من الناس، فكانت لهم البساتين الغناء والحقول الخصبة والمياه المتدفقة. ورغم ذلك فقد كانوا يشركون بالله ويعبدون أصناما سموها صمودا وصمدا وهرا، وكانوا يمرغون وجوههم بالتراب ويسجدون لها من دون الله. وكانت حجب ظلام الشرك والضلال قد تراكمت على بصائرهم، فكان القوي منهم يحتقر الضعيف، والغني منهم يذل الفقير، والصغير يهين الكبير، وعاثوا في الأرض فسادا. فأرسل إليهم الله تعالى نبيه هودا عليه السلام فقال لهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ففيما ستنفعكم وتفيدكم هذه الأصنام الصماء الجامدة التي لا ترى ولا تسمع ولا تأتيكم بما ينفع أو بما يدفع عنكم ما يضر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فقام هود عليه السلام نافيا عن نفسه كل ما نعته به قومه من ضلالة، وناصحا إياهم بما قاله نوح عليه السلام لقومه من قبله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. ودعاهم بأن يشكروا الله تعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، ونصحهم بأن يبتعدوا عما هم فيه من رجس ولهو، ورغبهم في التوبة من الشرك والكفر، وحذرهم من غضب الله تعالى الذي لا تحمد عقباه. وهكذا سلط الله تعالى على قوم هود الجفاف والقحط على مدار 3 سنوات متتالية، فلاقوا خلالها ما لاقوا من الجوع والعطش. ورغم ذلك فقد ظلوا مصرين على عنادهم وكفرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وتمادى قوم هود في استخفافهم بدعوته، وظلوا يعبدون الأصنام التي عبدها الأولون من آبائهم وأجدادهم، وطلبوا من هود أن يدعو ربه بأن يرسل إليهم ملكا رسولا لا بشرا مثلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ورغم ذلك لم يقنط هود أو ييأس فرد عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وعقابا لقوم عاد وعنادهم أرسل عليهم الله تعالى ريحا قوية عاتية شديدة البرودة، استمرت 7 ليال و8 أيام حسوما، فأبادتهم جميعا ولم ينج منهم إلا هودا والذين آمنوا معه، وأصبح قوم عاد أثرا بعد حين.
لما سلطه الله تعالى عليهم من غضب شديد وعذاب أليم بعد أن جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله هودا واتبعوا أمر كل جبار عنيد من قومهم. لقد كان هذا الجزاء جزاء كل عاص أثيم، فأصبحت بلادهم قفارا وأطلالا خالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم جذوع نخل خاوية متآكلة. أولئك كان قوم عاد الذين كذبوا بدعوة هود عليه السلام، فأبادهم الله شر إبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ويا ليت قوم عاد اتعدوا بعاقبة ما وقع لقوم نوح الذين سبقوهم لما كفروا وجحدوا وكذبوا بما جاء به نبي الله هود عليه السلام، فأبادهم الله تعالى إبادة تامة، حيث دمرت الريح الصرصر العاتية كل شيء، فأصبحت مساكنهم خاوية لا حياة فيها، ونجى الله هودا ومن معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وبهلاك قوم عاد طويت صفحة من صفحات قوم كفروا ولم يعتبروا بما أصاب قوم نوح من قبلهم من غضب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يظلم ربك أحدا.